Si nous, on signe des pactes avec des armées quelque part hors les frontières algériennes, c'est à nous de décider quel pacte on doit signer. نهضر بالفرنسي صعب ما نهضرش مع البايم نهضر مع لي بي بلون ديريكت مام با تبون تبون جو لو كونسيدير مام با الي اون دسو دو موا مي تحتي تحت الصباط تاعي كاع دونك كاس كو فو فولي اكزاكتومون فو كرواي كو فو زالي يعني انديفينيمون اكسبلواتي البوبل الجيريان فو كرواي كو فو زالي انديفينيمون nous faire passer pour des victimes ignorantes, on n'est pas ignorant. On va se défendre. On va se bagarrer pour notre liberté, pour notre droit de choisir notre destin. Et bien sûr, je m'exprime en français parce que je m'adresse aux pieds blancs. Vous qui adorez la langue française. Maintenant, sur le plan politique, شوفات بون الحمار يا ربك حتى من الانتربريت ما ترجم لكش كاع واش قال لك مارك اسبير يا بغل تيفوريا شنغريحه tu t'es engagé avec l'état major quoi que c'était très intelligent de ta part que la réunion n'était pas en aparté mais était beaucoup plus plénière au niveau AMP mais ton mutisme tu t'es engagé tacitement avec les américains. فوالا لا بوند نتاع الخونه اللي حاكمتكم دان كوتي شنغريحه لي طماجور خونه دو لوتر كوتي تبن حمار شكون راح يكون لا فيكتيم الجزائر والشعب الجزائري انا ما نهضرش اللونغاج نتاع هادو اللي تسمعوا فيهم ديما بالك قبيح في الهضره تاعي سامحوني بالك بارفوا جي دي زيكار دو لونغاج مي الوضعيه تتحتم اني نهضر هكذا باسكو دي باسات المخيله العقليه نتاع الانسان نورمال سا سي دوفنو انكرويابل سي دوفنو اون ايريزي سي دوفنو حاجه ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر ببال البشر يعني الطحين والرخص والذل للدرجه هذه والله العالي العظيم نهار كانت فرنسا بالسلاح في الجزائر الجزائريين كانوا عندهم شرف اكثر من درك دونك بابل الجزائريين سويفي لو سي ار ان ريفولتي فو تبون اي سون غوفرنمون طراي بور لي بي بلون انسي كو لو جينيرال لي طماجور جا في ان ابل لا سولونيل ا لارمي لارمي نيكزيكوتي با لي اوردر دو لي طماجور سيل فو سورتير كونتر لو بابل سي دي تراتر دين الرب شنقريحة مي ني فيزيكمون ني انتلكتوالمون نو ريبريزونت لارمي شيخ تاع فرونسي صا دين ربي ولا شاف ديتا ماجور نورمالمون إلي روتريتي كان يقرا في ليكادي ديكاج باه تفهمو لابروتيزم توتال اي سو لو بلان بوليتيك مقري كلب خبيث مقري الاسلاميين لا فافاس لا سي دي كاع خباتا كاع سي دي لاش كاع عندهم دي ديبوتي كاع توش دي باي كاع بكل كيما راهم بكل تحت يد النظام نو لي زيكوتي با دو مينوت ما با دو مينوت 10 سكوند جو لاش لا بارول مسيو حسين بور لي كيسيون فيف لو سي ار ان فيف لو سي ار ان يا اونيكمون لو سي ار ان تو لو ريست سي دو لا ميرد سي دو لا ميرد سي دو لا ميرد يعني خرا 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 الباقي ما يسوى والو دوكا تحبوا تعيشوا ديز اسكلاف صحتكم حلوا ببانكم تحبوا تعيشوا احرار قاوموا مقاومه 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 حسين تفضل دونك اكزاكتوم في حماني لي فاصون الشعب الجزائري من 62 راه ضحيه دايور شحال من فوت حاول الفوط بالك انا بالك سوي بلو جون كو سيرتان اللي مازالو مأمنين باللي بالك كاين شانجمون دونك دوبوي 62 ا اوجوردي اون ا في دي فوت دي فوت دو فيت او بلوز بريزيدون مي لا سيتوياسيون اي ريستي لا ميم واليوم رانا على ابواب
الفام ريفيروندوم تاع 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 الدستور هذا القديم الجديد ولا الجديد القديم اللي راه يحوسوا يديروه باش يراوغوا الشعب به. وانا نظن راه كاين فئه من فطنه فئه مازالت مسكينه في عماها، لكن اونتر لي دو كاين حاجه يسموها الخوف. بصح الرحمن نشوفوا هذا النظام البائس ما عنده علاه يحشم، لانه راه مستعمل كاع الوسائل، لانه كاع الوسائل في يدو كسوا لي سيرفيس سيكوريتي ولا العداله المزيفه. دونك نعطيك على سبيل المثال مو كون جو سوي دو موساغانا، جو كوني موساغانا دو جون حراكيست دي جون يهضروا حتى يهضروا فريمون على الجزائر الجديده ماشي يهضروا على الخوبته. دونك واحد راه في الحبس عطاوه 2 زون وواحد حبسوه من خدمته داكور اون كونتري بارتي. نشوفوا فاسد من الفاسدين اللي هو هذا جميع الخمج هذا تاع تاع الافلان، باسكو هادو الناس اللي يروحوا الافلان والاران دي ايزون دي 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 ايزون كيما قال لك لور زانتيريس سيتو ما يحوش على الجزائر. دونك جميع اللي كيما قال من الناس اللي فسدوا الجزائر ضرب عام حبس وخرج لو مومون دي مون. دونك الناس اللي ما داروا والو مازالوا في الحبس ونشوفوا بلي هذا النظام ما عنده لا يحشم. دونك ابو طرفي مسرح الرحماني اليوم يا خويا لافي تاعي ساهل خلاص. ماذا بيا نحي ذاكرة الشعب، جميع يخرج من الحبس حاجة عادية حاجة نورمال، بيسك الرئيس نتاعك كون نقاضيوه الرئيس نتاعهم هذا تبون نورمال ما نحكمو عليه بالمؤبد في السجن داكور، لأنه قام بجرم اقتصادي بلا ما ندخلو في جرائم أخرى، بلا ما ندخلوا في جرائم أخلاقية، بلا ما ندخلوا في أمورات خاصة، قام بجرم اقتصادي حوالي 3.5 مليار دولار حولت في الوزارة نتاعو هو بعد وهو المسؤول عليها. دونك كي يخرج باندي في بلاد حكمها باندي، سامحني تعرف على بلاك تاع الحيوانات كي بعثوا الحمار يشكي باسكو حمل الضرب ولا لهم في ديليغاسيون اوفيسيال قال لهم دينا الرب الحكومه كل من الفاميليا ما قلتوليش هادو كل بانديه باسكو كاين بعض من الاسئله يطرحها الشعب الجزائري سامحوني على كل حال، مي تنطلقوا من الفرضيه انه تبون رايس وهذه دوله، هذه ما هي دوله وتبون مو رايس. دونك الفرضيه تاع الانطلاق نتاعكم مرفوضه. ثوره 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 ايها الشعب لازمك تصور. سي حسين يحكي على الخوف با نحكي حكايه تجحا قالوا النار شعلت الغابه قالوا تخطي الفيلاج قالوا في الفيلاج قالوا تخطي داري قالوا في دار قالوا تخطي راسي هذاك فكملها تجحا كملها بروشات هو بعد